أهلا بكم مشاهدينا في هذا اليوم العظيم في تاريخ مصر المحروسة. تماسك الجبهة الداخلية رهان دوما يكسبه المصريون في كل الأحداث السياسية التي تتطلب وجودهم معبرين ومتمسكين بإرادتهم، وعنوان بارز لليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالأمس. فاللجان الانتخابية في كافة المحافظات امتلأت بكل فئات الشعب المصري. المشاهد عادة التي نراها في كافة الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية 2024 كفيلة بإيصال رسالة إلى العالم أجمع أن المصريين يد واحدة، من الصعب كسر إرادتهم واختراق صفوفهم، ولديهم الوعي الكافي لإدراك ما يحيط بهم من تحديات داخلية وخارجية. اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية مر بسهولة ويسر في إجراءات تسهل على الناخب القيام بالتصويت حتى مع طوابير الانتظار، ليسطر المصريون صفحة جديدة في تاريخهم العريق ويسردون معها فصلا جديدا في مسيرة أمة عظيمة واجهت التحديات على مدار الزمان واستطاعت أن تحمي نفسها بإرادة وعزيمة وفطنة ووعي أبنائها وحكمة وقوة قيادتها المخلصة، لتثبت كل يوم وكل لحظة أنها الأمة صاحبة الحضارة والتاريخ.